إن من بينكم في هذه الصفاء من الشرفاء الذين لا مصيرهم. ونقول للحكومة الجزائرية المتمثلة في رئيس وأعضاء البعثة الدبلوماسية للحكومة الجزائرية في برلين أن تراجع حساباتها وتصلح مع السيد أبو تفليقة بدعم ثورة 17 فبراير النجيبة التي فطر شباب تلك الثورة بدمائهم الزكية، وأن تكف عن أداها للشعب الليبي من خلال دعم الطاغية قبل أن تحل بهم لعنات الشعب الليبي وأجياله القادمة. ننوه مرة أخرى أنه ليس لكم مبرر من هذا الذي تدعونه أنكم ضد التدخل الأجنبي في ليبيا، وأن ما يحصل هو من صنع القذافي ونظامه الهمجي الذي أتى لنا بالمرتزقة ليقتلوا شعبنا بدم بارد، ليزهد ثورتنا الذي ارتداد لدورتين شعبين تونس ومصر. فها هي الفرصة قد سنحت لك يا سعادة السفير، هل تسمعني؟ فها هي الفرصة قد سنحت لك يا سعادة السفير والعاملين معك لتقنع حكومتك لكف الأذى عن شعبنا. وأقول لك هل تسمعني أيها السفير وأيها القنصل والذين في داخل السفارة، فإننا وباسم الجالية الليبية وباسم الشعب الليبي وباسم ثورة 17 فبراير نوجه لكم النداء قبل فوات الفرصة. قد سمحت لكم الفرصة لتقنعوا حكومتكم لكف الأذى عن شعبنا. كيف الحال؟ تمام. نصرة الطول على المطلع كأن التاريخ الليبي في برلين.